من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأغنيات، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال إعجابكم، ونحب ننوه في البداية إن إحنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة، يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. كبار مسؤولي الأمم المتحدة المنحدرين من أصل إفريقي يدعون إلى فعل المزيد للقضاء على العنصرية، فقد وقع 22 وكيلا من وكلاء الأمين العام للأمم المتحدة وكبار القادة في المنظمة الذين يعملون مباشرة تحت قيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش من الأفارقة أو الذين ينحدرون من أصل إفريقي على بيان شخصي شديد اللهجة، معربين عن غضبهم من العنصرية المنتشرة والمنهجية، ومسلطين الضوء على الحاجة إلى تجاوز مجرد إدانة العنصرية وفعل المزيد للقضاء عليها. الصحة العالمية، تجارب عالمية 35 لقاحا محتملا لكورونا وعشرة في المراحل النهائية. فقد كشف مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن هناك 135 مرشحا محتملا للقاح فيروس كورونا COVID-19، 10 منهم في التجارب السريرية النهائية على البشر، موضحا أن الأمر قد يستغرق وقتا قبل أن يصبح اللقاح جاهزا، وأضاف أن الوقت لا يزال مبكرا، لكن يجب التأكد على ضرورة التأكد من الفاعلية والأمان. نحن متفائلون وهناك الكثير من الجهد، ولكن حتى تلك اللحظة لننفذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس. عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم يقترب من 8 مليون حالة، في وقت وصل عدد الوفيات إلى 435,666، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 4,130,000 شخص. فرنسا، أسوأ مراحل كورونا انتهت، لكن الفيروس مستمر بالانتشار. وأكد وزير الصحة الفرنسي اليوم الاثنين أن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهى بالفعل في فرنسا، لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار. وأضاف وزير الصحة: الجزء الأكبر من الوباء انقضى، لكن الفيروس لم يمت، لم نهزمه بالكامل، لكننا نسيطر على انتشاره، نواصل إجراء الفحوص. أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود، ودخل قرار الدول الأوروبية بتخفيف بعض قيود السفر التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ الاثنين، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية، إلا أن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال أمرا بعيد المنال. إلغاء تحذيرات السفر لدول أوروبا. وطالب قطاع السياحة في ألمانيا بإلغاء سريع لتحذيرات السفر بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي. وبحسب تقديرات الاتحاد الألماني للشركات السياحية، فإن القيود التي فرضت على السفر والحياة العامة بسبب كورونا تكبد شركات السياحة والسفر خسائر بقيمة 20 مليار يورو خلال الفترة من منتصف مارس حتى نهاية أغسطس المقبل. كما أن تمديد التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الأوروبي والتي من بينها مقاصد صيفية محببة للألمان مثل تركيا وتونس ومصر يعني خسائر في الإيرادات بقيمة 9 مليارات يورو خلال يوليو وأغسطس وحدهما.
سلاح الجو الأمريكي يعلن تحطم مقاتلة F-15 أثناء التدريب في بريطانيا، حيث أعلن سلاح الجو الأمريكي تحطم مقاتلة F-15 أثناء مهمة تدريبية في بحر الشمال ببريطانيا. ونقلت صحيفة صن البريطانية عن بيان للقوات الأمريكية يفيد بتحطم طائرة مقاتلة في بحر الشمال قبالت سواحل شمال شرق إنجلترا، ولم يعرف مصير الطيار وسبب تحطم الطائرة. وبحسب الصحيفة فإن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار، ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث جارية عن الطيار. تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ضحية الشرطة في أتلانتا، حيث أعلن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية الأحد أن ريتشارد بروكس الشاب الأسمر الذي قتله ضابط شرطة أبيض في مدينة أتلانتا يوم الجمعة توفى إثر إصابته بالرصاص في الظهر. وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجددا في أتلانتا بعد أيام من مظاهرات في أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية ووحشية الشرطة عقب وفاة الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد. رسميا، اليونان تبدأ موسم السياحة الصيفية وتستقبل الأجانب، فقد أعادت اليونان فتح مطارتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية اليوم الاثنين على أمل انتعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد 3 أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ويوفر قطاع السياحة قرابة 700,000 وظيفة في اليونان، ويمثل نحو 20% من الناتج الاقتصادي للبلاد. وقصد اليونان نحو 33 مليون سائح العام الماضي، مما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو. الصين تعزل 10 أحياء أخرى في بكين بعد ظهور إصابات جديدة، حيث أعلنت بلدية بكين الاثنين فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في العاصمة الصينية على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا. وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنية قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت 10,000 شخص. وتتطلع السلطات إلى إجراء فحوص ل 46,000 آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق. سوريا، الأمم المتحدة تؤكد مواصلة العمل سعيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء سوريا. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يعرب عن صدمة شديدة إذا اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا معظمها في ترهونة، ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لتقديم المسؤولين إلى العدالة. مصر، عودة حركة الطيران من بداية شهر يوليو. فقد أعلن وزير الطيران المصري محمد منار عن بدء عودة الرحلات الجوية بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من يوم الأول من يوليو المقبل، وذلك وفق خطة الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والمطارات وشركة الطيران. العاهل المغربي يجري عملية ناجحة في القلب. وقال بيان ملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية في القلب كللت بالنجاح، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان أمس الأحد نشرته وكالة الأنباء المغربية. العراق يستنكر اختراق طائرات تركية لأجوائه. وقالت العمليات المشتركة العراقية إن اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ودعت إلى إيقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين. ونختتم هذه الجولة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي. الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده 28، حيث حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده 28. ونشر الاتحاد الدولي صورة للنجم محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا عيد ميلاد سعيد. كما هنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعيد ميلاده، ونشر الكاف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب، وعلق عيد ميلاد سعيد محمد صلاح أسطورة إفريقية، يا لها من رحلة.
وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم، قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا ملكان يناديان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم فضيلة الدكتور نبيل عجيب أبو عبد الله ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف. بداية فضيلة الدكتور، نريد أن نوضح المعاني الجليلة لهذا الحديث الشريف، وما هي فضائل الجود والإنفاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث الأمة على الإنفاق وعلى البذل والسخاء كما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فكان أجود من الريح المرسلة، إذ يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وأمرنا سبحانه وتعالى فقال بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. علينا البذل والعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا في هذا الحديث بقوله: ما من صباح إلا ملكان يناديان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، لصاحب العطاء والبذل ولو بأقل القليل، كما قال في رواية أخرى صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حيث الحديث الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمولى سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم فقال جل جلاله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه يضاعف الأجر والثواب لأهل البذل والعطاء، فيقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نحن في هذا الوقت الذي نعلمه جيدا بما فيه من رفع أسعار أو غير ذلك، يجب أن نتراحم فيما بيننا، وأن يعطف الغني على الفقير، والقوي على الضعيف، والكبير على الصغير، حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ورأينا في الجزء الثاني من هذا الحديث منذرا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كما ينادى لأصحاب النفقة والعطاء بأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليهم، كذلك هناك من ينادي على الجانب الآخر أصحاب البخل والكتمان: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ينادى عليهم كل صباح: اللهم أعطي صاحب الإمساك، صاحب البخل، صاحب الشح والعياذ بالله تلفا، أي أنه لا يبارك له في ماله، لا يبارك له في عمره، لا يبارك له فيما أنعم عليه المولى سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا حينما ننفق أن ننفق بسخاء، وأن ننفق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الرياء كذلك تتلف أو لا يأخذون شيئا مما أنفقوا، ويكون ما أنفقوا حسرة عليهم يوم القيامة، ويقذفون في النار. ولذلك في هذا الحديث الشريف يحثنا صلى الله عليه وآله وسلم على الجود والكرم، وعلى البذل والعطاء، وعلى أن نكون معا، وأن نكون على قلب رجل واحد. ففي حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما أحوجنا جميعا أن نتعاطف وأن نتراحم فيما بيننا في كل صباح، ينادى على هؤلاء أصحاب البذل والعطاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أن الله يبارك لك فيما أنفقت ويزيد لك في مالك بفضل الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله أن يعين الجميع على الجود والكرم والبذل والعطاء والتأسي بصاحب البذل والعطاء صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود من الريح المرسلة. أسأل الله أن يهدينا جميعا للبذل والعطاء وأن يتقبل منا أعمالنا، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الدكتور نبيل عجيب أبو عبد الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. يا مساء السعادة أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وفقرة حكايات. حكايتنا حكايات مفيدة، حكايات خفيفة، حكايات لطيفة. استنوني مع أول حكاية، ولكن بعد الفاصل. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، في سالف الزمان كان في إحدى المدن الكبيرة مجموعة متعددة من أهل العلم الأتقياء، الذين يحملون أسم العلوم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وكانوا جميعا يعقدون النية على نفع الناس جميعا بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من علم جم. ذات يوم من الأيام تم الاتفاق على عمل وليمة كبيرة وفخمة من قبل حاكم المدينة، وتم عزيمة جميع أهل العلم الأتقياء والأثرياء بعلمهم الزاخر. وبالفعل وافق جميع العلماء على حضور الوليمة التي أعدت من أجلهم وكتشجيع لعطائهم غير المحدود. مرت بضعة أيام وقد جاء العلماء في الموعد المحدد لانعقاد الوليمة، وكان قد أعد لهم أشهى أنواع وأصناف المأكولات المتعددة من أفخم الأنواع على الإطلاق. لما هم العلماء لبدء تناول الطعام على تلك الطاولة المتسعة التي تحمل بين طياتها أنواع كثيرة من أشهى أشكال وألوان وأنواع الطعام، جاءت إليهم قطة وأخذت تموق. على الفور جلب أحد أهل العلم الأتقياء قطعة من الخبز ووضع داخلها من أحد الأصناف الشهية الموجودة على الطاولة. أخذت القطة قطعة الخبز وحملتها وأسرعت بها إلى الخارج. شرع العلماء في تناول الطعام، وإذ بهم بعد قليل من الوقت وجدوا القطة قد أتت إليهم مرة أخرى وأخذت تموق مرة أخرى وتنظر إلى الطعام. جلب أحد العلماء قطعة من اللحم المشوية الشهي وناولها إلى القطة برفق، فحملتها القطة وأسرعت بها على الفور إلى الخارج، ثم أتت بعد قليل وأخذت تكرر نفس الفعل، وأهل العلم يعطفون عليها ويناولونها طعام. تعجب العلماء من أمر القطة وقرروا فيما بينهم أن يقتفوا أثرها ليعرفوا أين تخفي الطعام. وبالفعل تتبع العلماء القطة، فإذا بهم قد وجدوها تحمل الطعام إلى قطة كفيفة لا ترى، فسبحان الله، الراحمون يرحمهم الله. بتمنى حكاية النهاردة تكون عجبتكم واستفدنا كلنا منها. استنوني مع حكاية جديدة. أنا بسمة محمد وساعة من القاهرة. أهلا بكم أصدقائي المستمعين في الفقرة دي بعنوان مدينة عربية. النهاردة هنتكلم عن مدينة من أجمل وأعرق المدن العربية، وهي العاصمة الأردنية عمان. تعتبر مدينة عمان عاصمة الأردن، فهي العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية للأردن، وهي أكبر المدن الأردنية والمدينة الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد.
وتبعد عن نهر الأردن مسافة 45 كيلومتراً من الجهة الغربية، وهي من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، حيث يعود تاريخها إلى 1007 قبل الميلاد، وعرفت عبر التاريخ بأسماء عديدة كربة عمون وفيلادلفيا ثم عمان. تتميز مدينة عمان بوجود أماكن رائعة فيها، وهي وجهة سياحية مفضلة للعرب والأوروبيين، وهناك العديد من المواقع السياحية التي يمكن زيارتها في عمان، منها المتحف الدولي، مساجد عمان، مقاهي المدينة وهي بمثابة مركز الحياة الأردنية، والمعارض الفنية. ومن أهم الأماكن السياحية في عمان أيضا جبل القلعة. يعتبر جبل القلعة أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في عمان، ويحتوي على العديد من المواقع والمعالم التاريخية، والتي تشمل القصر الأموي والكنيسة البيزنطية والمتحف الأثري الوطني. المسرح الروماني. تشتهر مدينة عمان بوجود المسرح الروماني فيها، اللي تم بناؤه في عهد الإمبراطورية الرومانية، ويمكن أن يستوعب المسرح ما يقارب 6000 شخص، وتمت إعادة بناؤه مؤخراً لغرض استضافة العروض في الصيف. جبل عمان. تشتهر منطقة جبل عمان بمبانيها التاريخية وآثرها وأعمالها الهندسية والمعمارية، والتي تعود إلى أوائل القرن العشرين. أما اليوم فهي تشمل العديد من الأسواق والمتاحف والمقاهي والمحلات التجارية الصغيرة الجميلة. أما تاريخ عمان فيعود إلى أيام كانت عمان عاصمة للعمونيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، الذين سكنوها وحصنوا المدينة وبنوا فيها الأبراج لأهداف عسكرية زي برج المنصور وبرج الملفوف، وكانت تعرف باسم ربة عمون، وكانت حلقة الوصل بين جزر المتوسط والشرق الأقصى. ثم تم تغيير الاسم إلى فيلادلفيا على يد الحاكم المقدوني بطليموس الثاني فيلادلفيوس، وذلك بعد أن أسس مملكة البطالمة في عمان بعد استيلائه على المدينة، وتم صبغها بالصبغة اليونانية. وفي الفترة من 636 ل 663 ميلاديا استولى عليها الرومان، فبنوا فيها أسوار ومدرجات، ولأنها كانت مقر الكرسي المسيحي بنى فيها الكثير من الكنائس. ثم تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى عمان عندما استولت جيوش المسلمين عليها فسموها بعمان. وفي عام 1921 ميلاديا قام الملك عبد الله الأول بإعلان عمان كعاصمة لإمارة شرق الأردن، بنى فيها الأمويون العديد من القصور وأصبحت مركزا إداريا يقيم بها الأمير وتصك فيها النقود، كما تحمي حامياتها القوافل التجارية وطرق الحج. وفي العصر العباسي دمرت أسوارها وحصونها لتحصن العباسيين فيها بعد ثورة الأمويين في عهد مأمون الرشيد، وفي عهد الفاطميين حولت إلى مركز لتجمع القوات، كما ازدهرت أسواقها في فترة الحج، إلا أنها دخلت سجل النسيان في عهد المماليك. في سنة 1832 ميلاديا عاد لها مجدها في عهد العثمانيين، إذ مرت بها سكة حديد الحجاز، مما ساهم في نهضتها، وكان ذلك زمن السلطان عبد الحميد الثاني. ويعد القسم الغربي من المدينة أكثر حداثة، حيث يتم فيه أداء المعاملات والمشاريع التجارية الدولية، كما تحتوي المدينة على المباني الحكومية المهمة كالبرلمان الأردني وقصر العدل الذي يعد بمثابة المحكمة العليا في الأردن، ومنزل رئيس وزراء الأردن أيضا. أما عن الأنشطة الثقافية في مدينة عمان فتعرض مدينة عمان ثقافتها وتقاليدها من خلال إقامة المعارض والمهرجانات الدولية، منها مهرجان صيف عمان.
يقام هذا المهرجان في شهر يوليو، وهو عبارة عن حدث ثقافي تعرض من خلاله الثقافة الشعبية للبلاد، ويتمثل في عروض للموسيقيين والفنانين الشعبيين من جميع أرجاء الأردن، كذلك الفنانين العالميين من خارج المملكة، حيث يعبرون عن ثقافتهم الوطنية عبر إقامة العروض والحفلات الموسيقية. سوق جارة هو سوق شعبي مشهور، ويتم إقامته كل يوم جمعة من منتصف شهر أيار وحتى أوائل شهر أيلول، وذلك في شارع فوزي معلوف. ويتيح هذا السوق إمكانية شراء التحف والحرف اليدوية والملابس والفنون والمواد الغذائية والمنتجات المحلية، كما يشهد مقر السوق إقامة الحفلات الموسيقية وعروض الأفلام وغير ذلك من الأنشطة الترفيهية الأخرى. معرض عمان الدولي للكتاب، يقام هذا المعرض في شهر سبتمبر من كل عام، ويعرض فيه ما يزيد عن 1,000,000 كتاب من الكتب المنشورة لأكثر من 220 دار نشر، وذلك من 17 دولة عالمية. يقام في المعرض لمدة 10 أيام العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية وحلقات العمل الثقافية. في عام 2002 حصلت مدينة عمان على لقب عاصمة الثقافة العربية عام، حيث تشهد المدينة وجود العديد من الأنشطة والمهرجانات المحلية التي تقام فيها، وكذلك إطلاق مشروع مسرح التراث الموسيقي الأردني، كما تنتشر في مدينة عمان العديد من المعارض الفنية ومراكز الفنون الجميلة. في النهاية شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كنت معكم من القاهرة صوفيا حاتم لراديو صوت العرب. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أعزائي المستمعين، منذ أن تولى جورج واشنطن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 30 إبريل عام 1789 وحتى 4 مارس عام 1797، وبعد إقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية في 4 مارس عام 1789، حكم الولايات المتحدة حتى الآن 45 رئيسا، آخرهم هو دونالد ترامب، وكان الرئيس 11 من رؤساء أمريكا هو جيمس كاي بولك الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، والذي حكم الولايات المتحدة في الفترة من 4 مارس عام 1845 وحتى 3 مارس عام 1849، وتولى رئاسة أمريكا وكان من أتباع الحزب الديمقراطي وواحدا من أنجح الرؤساء الأمريكيين، فقد قام بتنفيذ جميع بنود برنامجه السياسي. ولد بولك في إحدى مقاطعات ولاية كارولينا الشمالية في 2 نوفمبر عام 1795، وتوفى في 15 يونيو عام 1849، وعاش لاحقا في ولاية تينيسي وكان محاميا وزعيما سياسيا بها ومثلها نيابيا. وكان بولك ينتمي للحزب الديمقراطي وكان الرئيس 13 لمجلس النواب، وهو الرئيس الوحيد الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب وتولى منصب حاكم ولاية تينيسي. كان بولك المرشح المفاجأة للرئاسة عام 1844، وهزم هنري كلاي من حزب اليمين المنافس، وذلك بأن وعد أثناء حملته الانتخابية وعد بتوسيع الولايات المتحدة غربا، فضغط على بريطانيا لحل النزاع على أوريغون، حيث كان إقليم أوريغون منذ عام 1818 تحت احتلال مشترك من بريطانيا وأمريكا. وانتهى النزاع بين البلدين بتوقيع معاهدة أوريغون في واشنطن عام 1846 على ضم إقليم أوريغون كلها للولايات المتحدة باستثناء جزيرة فانكوفر. وقد تولى قيادة الولايات المتحدة في الفترة التي شهدت أعظم عملية توسيع لحدود أمريكا، ففي أثناء رئاسته ضم مساحات جديدة لأمريكا، شكلت 9 ولايات جديدة وأصبحت تكساس ولاية أمريكية. ويعتبر بولك آخر رئيس قوي قبل الحرب الأهلية، وذلك بعد أن وفى خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه كل الأهداف والوعود الرئيسية في السياسة الداخلية والخارجية والتي وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأنشأ خزانة فيدرالية مستقلة
ادعى بولك في حملته أن يبقى لفترة رئاسية واحدة فقط، وغادر البيت الأبيض وعاد إلى تينيسي في مارس عام 1849، حتى توفى بالكوليرا بعد 3 أشهر فقط، والتي اجتاحت العالم وقتها. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة. شكرا لاستماعكم، كان معكم محمد صبري من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، والنهاردة العالم كله بيحتفل بذكرى ميلاد المطرب العالمي ديميس روسوس، وهو مغني عالمي مصري المولد، يوناني الجنسية، ولد بمدينة الأسكندرية بحي الأزاريطة في 15 يونيو سنة 1946 لأبوين، الأم إيطالية الأصل والأب يوناني، واللذان كانا أيضا قد ولد بمصر وتربيا بمدينة الأسكندرية. روسوس عاد مع عائلته إلى موطنه الأصلي اليونان وكان يبلغ من العمر 15 عاماً، وبدأت علاقته مع الموسيقى في سن 10 سنوات مع عزف آلة الترومبت، وتأثر بموسيقى الجاز، وبدأ الغناء في كورال الكنيسة البيزنطية اليونانية بالأسكندرية. وعندما عاد إلى اليونان بدأ بالعزف على الترومبت بديسكوهات أثينا، والتحق في سن 17 بفرقة The Idols، وكان فيها عازف جيتار ومغني فوكل وراء المغني الأساسي. بدأت شهرته عند مرض المطرب الأساسي بالفرقة، وقام هو بالغناء بدلا منه، وفوجئ الجمهور بصوته وأداؤه المتميز حتى ذاع صيته. والتقى بعدها الملحن لاكس فالفيانوس الذي طلب منه تأسيس فرقته الغنائية، ويتولى هو الغناء كمطرب أساسي للفرقة، ومن خلالها كون فرقته الأولى وي 5 التي أثارت ضجة كبيرة. أسس ديميس روسوس فرقته الثانية تحت اسم أفروديتي تشايلد التي وصلت فرنسا أثناء ثورة مايو سنة 1968، ثم قاموا بتسجيل أغنيتهم، وبدأت شهرته تنتشر خارج حدود اليونان لأوروبا والعالم كله. غنى ديميس روسوس أغاني رومانسية من طراز فريد، ومن أهم أغاني Forever and Ever, My Friend the Wind و Goodbye My Love، والأغنية الأكثر انتشاراً Far Away، وغيرهم كتير من أجمل الأغاني الرومانسية. في عام 1975 زار ديميس مصر لأول مرة بعد مغادرته لها وهو صغير، وشارك في حفل استعراضي في نادي الجزيرة بالقاهرة، وكانت الزيارة الثانية في أواخر التسعينات، وقام بالغناء بدار الأوبرا. وفي 25 يناير سنة 2015 رحل ديميس روسوس عن عالمنا عن عمر 68 سنة، تارك لنا تاريخ كبير من أجمل الأغاني الرومانسية اللي هتفضل عايشة معانا ومكملة. أتمنى تكون فقرتنا النهاردة عجبتكم، كانت معاكم ضاء حسن من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. مو صلاح وإيجيبشن كينج، هكذا كانت جماهير ليفربول الكبيرة ترج أنحاء ملعب الأنفيلد بالغناء لنجم الكرة العالمي محمد صلاح كلما أحرز هدفا من أهدافه الجميلة لصالح فريقه ليفربول، قبل أن يأتي فيروس كورونا ليوقف هتافات الجماهير العريضة بشكل مؤقت. نجم فريق ليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح، الفرعون المصري أو فخر العرب كما يطلق عليه، يحتفل اليوم بعيد ميلاده 28 بعد أن خلد اسمه بحروف من ذهب في ملاعب كرة القدم الأوروبية، بعدما نجح أن يكون ضمن أفضل نجوم العالم مع رونالدو وميسي، والتنافس معهم على حصد الجوائز الفردية. نجح محمد صلاح صاحب 28 عام في تغيير مفهوم الأندية الأوروبية تجاه طبيعة اللاعب المصري، بعدما أظهر التزاما كبيرا واحترافية عالية منذ بداية مشواره الاحترافي في أوروبا خلال موسم 2012-2013. محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اسمه بالكامل محمد صلاح حامد محروز غالي، من مواليد 15 يونيو 1992 بمدينة نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، إحدى محافظات دلتا مصر. وحصد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي العديد من الجوائز الفردية الكبرى في أوروبا والعالم،
بعد المستويات الرائعة التي قدمها في مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة مع الأندية التي لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيرونتينا الإيطاليين. بدأ محمد صلاح مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب في مصر حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا وروما الإيطاليين إلى ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي. انضم محمد صلاح لصفوف فريق بازل السويسري في يونيو 2012 بعقد لمدة 4 سنوات. سجل الفرعون المصري هدفه الأول خلال مسيرته الاحترافية في شباك لوزان بالأسبوع الثاني من الدوري السويسري، وخاض في مشواره مع بازل 79 مباراة سجل فيها 20 هدف، ونجح في التتويج بلقب الدوري السويسري مرتين. وفي يناير 2014 وقع محمد صلاح لفريق تشيلسي بقيمة وصلت ل 11 مليون استرليني، وشارك صلاح بقميص البلوز في 19 مباراة مع الفريق اللندني وسجل 2 فقط. رحل صلاح سريعا عن تشيلسي، وبالتحديد في انتقالات شتاء 2015 على سبيل الإعارة إلى فريق فيرونتينا الإيطالي، ونجح الفرعون المصري في قيادة الفريق لدور 16 من الدوري الأوروبي بعد تخطي توتنهام، كما وصل مع الفريق إلى نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس وخاض 26 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف. وفي الموسم التالي رحل محمد صلاح إلى روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو، وخاض في موسمه الأول مع الذئاب 42 مباراة في جميع المسابقات وسجل 15 هدف. وفي الموسم التالي حول روما إعارة النجم المصري إلى انتقال نهائي، وخاض خلال موسم 2016-2017 مع الفريق 41 مباراة أحرز 19 هدف. وفي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز، ليصبح حينها أغلى لاعب عربي وإفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي، وتعد خطوة الانضمام إلى صفوف الريدز الأهم في مشوار محمد صلاح بعد نجاحه في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف، كما توج بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج، وحقق معهم موسما قويا للغاية حيث تم اختياره 3 مرات كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل 44 هدف خلال موسم واحد ليصبح أكبر هداف الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد. وفي موسمه الثاني مع الفريق نجح صلاح أيضا في تقديم مستوى متميز من خلال تسجيل 27 هدف وصناعة 10 أهداف والمساهمة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا. خاض محمد صلاح 144 مباراة حتى الآن بقميص ليفربول في جميع المسابقات، سجل 91 هدف وتوج مع ريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وأخيرا كأس العالم للأندية. وتوج الفرعون المصري في عام 2018 بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، متفوقا على العديد من النجوم وهم هاري كين لاعب توتنهام وديفيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وثلاثي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وديفيد سيلفا وساني. يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018 وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018 وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018 وجائزة أفضل لاعب إفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018
وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018 وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي عامي 2018-2019، كما تم اختياره من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم. وعن الجوائز الشخصية فكانت كالآتي: أفضل لاعب في إنجلترا عام 2018، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2017، أفضل لاعب في أفريقيا استفتاء شبكة البي بي سي 2017، أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في 4 شهور، لاعب في تشكيلة العام بقارة أفريقيا عامي 2016-2017، أفضل لاعب في سويسرا عام 2013، أفضل لاعب في روما موسم 2015-2016. وعن الأرقام المميزة: أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، أكثر لاعب إفريقي سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي في موسم واحد، أكثر لاعب حصل على جائزة لاعب الشهر 3 مرات في موسم واحد، أكثر لاعب يسجل مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال أوروبا. والآن ومع اقتراب عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يقترب اللاعب المصري الشهير من التتويج بلقب مميز من شأنه أن ينقله إلى مستوى أرفع، وخاصة أنه سيكون أول مصري يرفع درع الدوري الممتاز في إنجلترا. ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع من حيث الأعلى حصولا على الأجر المالي من بين جميع لاعبي العالم بحسب مجلة فوربس الأمريكية. وفي ختام هذه الفقرة نقدم بكل الحب والتقدير باقة ورد إلى أسطورة الكرة المصرية النجم العالمي محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له كل سنة وانت طيب يا أبو مكة يا فخر مصر والعرب. كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية من ساعة من القاهرة. وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما، ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا. شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج: محمد عمر، فرح الأعصر، صوفيا حاتم، دعاء حسن، بسمة محمد، أحمد السيد، ومحمد صبري. وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات، وهذه أرق تحياتي. كان معكم من القاهرة مجدي فكري. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة.